حقيقة امتنعوا عن القتل هذه الفترة، وأنا متأكد لو استمرت تلك المرحلة كان ربما خلال 5 أو 10 سنوات ينتهي القتل. الذي حدث وقتها أتذكر أن كثير من الجنود قالوا إحنا الآن لأول مرة بنبعث فلوس لأسرنا اللي كنا نضيع في القتل. الذي حدث أنه الحكومة فيما بعد لما تركت أنا لأسباب أخرى، جاءت الحكومة اللي بعدي وقالت لهم خزنوا كله. تعرف في جلسة أخيرة الشيخ عبد الله بن حسين الأحمر كان من المعارضين لقرار منع القتل. في الفترة الأخيرة كنت موجود في جلسة من الجلسات وهو معنا، وإذا به يقول أعترف بأننا أخطأنا عندما لم نتعاون معك في تلك المرحلة في منع القتل. أخطأنا عندما لم نتعاون معك في تلك المرحلة في منع القتل.